المحترفين وثمنوا المجهودات ونباركوا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولكافة الشعب المغربي قاطبة بالانتصارات الجبارة اللي حققها لصالح القضية الوطنية بفضل الدبلوماسية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ونثمن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الملكية لحل نزاع الصحراء ونحن جنود مجندون ومستعدون للدفاع عن القضية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس.